امتحان شفهي، هذا كلش 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 مهم. هذا instructions، التعليمات، instructions تعليمات، هاي حفظوها، حفظوها الكلمة هي واملاء هي ومعناها. يعني هاي تجيكم بالامتحان الشفهي يقولك شنو هالكلمة وشنو معناتها، عليها درجة. عندي مجموعة صور اريد اوصلها، ماتش، كلمة ماتش يعني وصل، وصل الصور. نعم، عندي كيب ابعد of the grass، ابعد عن العشب، الحل هو حرف دي، ابتعد عن العشب. نقمة ثانية، don't write in this space، يعني لا تكتب في المكان الفارغ، space مكان، يعني هذا الحرف اي، حرف اي قصدي اي. رقم ثلاثة، add water and mix with the flower، floor، يعني شنو معناتها؟ امزج الماء مع الطحين، فرق اي. هاي تعليمات، هاي يقول لك المعلم يعطيني تعليمات، يقول له هاي النقطة تعليمات، مزج الماء مع الطحين. ها تحفظوها على الغيب، يعني شفهي، هذا تحفظوها شفهي، احتمال ما انتم انتم اياه شفهي المعلم، احتمال طلع الصفحه يقول لكم اشروا لي تاشيره. نعم، eat blends of fruit and vegetables، eat يعني ناكل، plenty كثير من، plenty كثير من الفروت الفواكه and vegetables والخضروات. هيا هاي الصوره، حرف F، حرف F، طعام صحي يعني. نعم، don't leave، لا من تغادر، don't leave case in the car، يعني من تغادر لا تخلي يعني المفتاح بالسيارة. هاي فرع B، هذه ينطينا تحذيرات، تحذيرات هذه نقطة B. حسن، أخير نقطة، don't put، لا تضع hot plates، لا تضع معون صحن حار on the table، في على المنضدة. هاي هاي الصورة C، هاي يعني حار، كنا بنحط مثلا شي نايلون فراح يموع فما يصير، هاي يسموها تحذيرات أو تعليمات. إذا هاي المعلم يقول لك look at warning، warning إنه تحذيرات، warning تحذيرات، home يعني أنت انطيني جمل تحذيرات اللي يصير بالبيت أو يصير بالشارع أو يصير بالمتنزه بالبارك. هاي كلش كلش مهمة، تجيكم امتحان شفهية تبوا عليها، سوون تحذيرات بالبيت يعني جملة، أو تحذير بالشارع، أو تحذير بالمتنزه. هذا متنزه مثلا، هاي المتنزه، هاي keep off the grass، يعني لا يعني لا تبتعد عن العشب. بالبيت، بالبيت مثلا تحذيرات، ينطون تحذيرات يعني لا تلعب مثلا الأطفال، ابعد ابعد الأطفال عن المقاص، عن السكين، عن الناية، عن النار، عن الطباخ يعني، وهكذا. وشكرا.